لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فما زلنا مع بحث السلفية ومفهومها وقواعدها وأهدافها، وتكلمنا عن قواعد المنهج السلفي. ذكرنا أول قاعدة وهي الاستدلال بالكتاب والسنة، وتكلمنا عن القاعدة الثانية وهي ضر تعارض العقل والنقل، وشرحنا المرة اللي فاتت باختصار المشكلة فين. صح يا أخوانا، ما احنا قلنا ايه سبب المشكلة اصلا. ذكرنا القانون الكلي اللي ذكره الرازي، وذكرنا كلام ابن تيمية عليه، وهي اصل المشكلة اللي هم بيتكلموا فيها. وصلنا عند بحث عند عنوان صلة العقل بالشرع. صلة العقل بالشرع، يقول الدكتور مصطفى حلمي: إن فكرة تقديم العقل على الشرع مستمدة من المعتزلة، وقد تبناها خصوم السلفية وسلموا بها دون أن يجشموا أنفسهم عناء بحث صلة العقل بالشرع عند علماء السلف. ولو فعلوا لاكتشفوا حقيقة غائبة عنهم بسبب ظلال كثيفة من التعصب للرأي. ولعل أبرز نقاط الخلاف بين علماء السلف والمتكلمين بعامة والمعتزلة بخاصة هي نقطة صلة العقل بالشرع. فبينما زعم المتكلمون أن بوسعهم استحداث أدلة مستوحاة من العقل وممزوجة بمصطلحات الفلاسفة والاستناد إليها في الدفاع عن الإسلام، ده تصور أو فكرة المتكلمين عامة والمعتزلة خاصة عن العقل، إن بإمكانهم أنهم يستحدثوا أدلة مستوحاة من العقل فقط ممزوجة بمصطلحات من كلام الفلاسفة والمناطقة، يستطيعوا من خلالها الدفاع عن الإسلام بمعزل عن الوحي. شو بقى التصور الثاني؟ يرى أهل الحديث والسنة أن الأدلة الشرعية بذاتها كافية لأنها تتفق مع أحكام العقل وقوانينه. وهناك أيضا مترادفات للعبارة بتاعت تقديم الشرع على النقل، في عبارات مترادفات يقولوا تقديم النقل على النقل والعقل، أو الرواية والدراية، والسمع والعقل. وكان مثار الخلافات الحادثة بين المسلمين أن أهل الكلام ظنوا أن الأدلة الواردة بالوحي لا صلة لها بالعقل، ولهذا حاولوا التوفيق بين أدلة الشرع وأدلة العقل، ظنين أنهم بهذا المنهج يستطيعون الدفاع عن الإسلام وتقريب أصوله إلى الأذهان. ويقول دكتور علاء بكر: لا يعني تقديم السلف للنقل على العقل واقتصارهم في الاستدلال على الكتاب والسنة ورفضهم تأويل النصوص بالأدلة العقلية على طريقة المتكلمين أن السلف ينكرون دور العقل في التوصل إلى الحقائق والمعارف، أو أنهم لا يستعملون الفكرة والنظر في الآيات الكونية، ولكن ذلك يعني أنهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده في المسائل العقائدية والغيبية، وتقديمه على كلام الله عز وجل خالق العقل والعقلاء،
وتقديمه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل بالوحي والمعصوم من الخطأ في البيان. فالسلف في منهجهم لا يدعون وجود تعارض بين الشرع والعقل، بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلام المتأثرون بالفلاسفة اليونانيين. ولكن شتان بين وظيفة العقل عند السلف ودوره عند علماء الكلام والفلسفة. من خلال المقطعين دولت يا إخواني، انتم متابعين دلوقتي ان هو بيتكلم عن ايه؟ هو عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول هو ايه حقيقة المعركة؟ هو تكييف السلف للعقل، ايه صلة العقل بالشرع عند السلف؟ طيب تعال نشوف كده في مقال رائع اصدره مركز سلف، وانا قلت لكم تابعوا المركز ده لان مقالاته مهمة جدا. مركز سلف اصدرته اللجنة العلمية بهذا المركز. المركز ده سعودي بيهتم بقضايا المنهج السلفي تأصيلا ودفاعا وتقريرا وغير ذلك. المقال ده اسمه ايه؟ اسمه مفهوم الدليل العقلي ومجاله عند السلف. مفهوم الدليل العقلي ومجاله عند السلف. انا هحاول اقرأه سريعا كده لانه هو من الاهمية بمكان. بيقول: لقد اخذ الموقف من العقل حيزا كبيرا من مساحة النقاش في الفكر الاسلامي، وانقسم الناس فيه طرائق شتى بين من يراه اصلا لكل شيء واليه تحاكم الشرائع، وبين من يراه احتياطا لا يستعمل الا عند الضرورة وبقدر ما يسد الرمق. يبقى هو لك ان في قضية العقل فيها طرفين وايه؟ وسط. طرف خليه أصل لكل شيء وخليه هو الحاكم، بل الشرائع تحكم إليه، وفريق تاني بيهدره تماما ويلغي دوره إلا عند الضرورة. وكل من هؤلاء قد استغل خطأ صاحبه وتعميمه للحكم دليلا على صحة ما ذهب إليه. والغريب أن هذين التيارين الغاليين في مفهوم العقل رفضا وقبولا ظل يحاكم إليهما جميع الخائضين في هذا الموضوع دون النظر إلى التفاصيل التي تعكس مدى التغاير بين الآراء وإن اشتركت في الموضوع ومبادئ الأحكام فيه. وهنا هيتكلم عن في هذا المقال مفهوم الدليل العقلي ومجاله عند السلف، ومحاولة إزالة اللبس الذي يقع لكثير من المتناولين لهذا الموضوع، ونسبة أقوال للسلف لا يقولون بها أو يقولون بها على وجه ليس هو الوجه الذي يذهب إليه بعض الباحثين في الموضوع. أولا، إيه مفهوم الدليل العقلي؟ مختصر الكلام، الدليل العقلي عرفه بعضهم بأنه العلم الضروري الذي يقع ابتداء أي سابقا عن التجربة ويعم العقلاء. وفي الحقيقة أن هذا التعريف نفسه في خلط ما بين العقل والدليل العقلي. طيب التقسيمات بقى، تقسيمات الدليل العقلي يقسموها الى دليل ضروري، يعني لا يحتاج الى استدلال، انت مفطور عليه كده، ده كالعلم بان الكل اكبر من الجزء، ودليل مكتسب وهو ما يتوقف على النظر والاستدلال زي بقى الاستقراء والقياس وغيرها، وده اللي بيستعمل المقصود به لما نتكلم عن الادلة العقلية بقى المقصود بالتاني مش الاولاني، مقصود به الايه؟ التاني. بيقول: هذه الأدلة العقلية قد تتركب مع أدلة أخرى فتنتج أحكاما يقينية. فالمتواتر مثلا مركب من الحس والعقلي. تعريف المتواتر إيه إخوان؟ حد فاكر؟ تعريف التواتر هو ما نقله في كل طبقة من الطبقات جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستند خبرهم إيه؟ الحس. جزاك الله خير، هي دي الحتة الأخيرة. يبقى التواتر هيجتمع فيه إيه وإيه؟ مركب من دليل عقلي ودليل ايه؟ حسي. الدليل العقلي ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، والحسي ان هو مستند خبرهم ايه؟ الحس. سمعت رأيت، صح؟ ماشي. الكلام بقى الجميل هنا والمهم بيقول ايه؟ لأنا يعني جايب الاستدلال عشان يعني. بيقول: وهذه الأدلة محل النزاع فيها بين السلف وبين غيرهم ليس في كونها أدلة. السلف ما بيتنزعوش مع الفلاسفة والمناطقة
فإن أدلة العقل، الأدلة العقلية سواء الفطرية أو الضرورية أو الكسبية أدلة ولا لا؟ ما بتنزعوش معهم في المسألة دي. أمال بتنزعوا معهم في إيه؟ بتنزعوا معهم في قضيتين. القضية الأولى علاقة هذه الأدلة العقلية بالأدلة الشرعية، دي النقطة الأولى. والقضية الثانية أنهم ينازعون الفلاسفة والمتكلمين في حصر العلم في الأدلة العقلية. فالسلف يرون أن هذه الأدلة إذا استعملت في الجانب الشرعي فإنها تستعمل مركبة على الدليل السمعي ومعينة في فهمه، لأن النظر في القضايا الشرعية هو الاستنباط حكم شرعي، والعقل ليس بمشرع، دي شرحناها المرة اللي فاتت، العقل ليس بحاكم، ليس بمشرع، فلا يمكن استقلاله بالاستدلال في هذا المجال. يبقى دي كانت أول قضية فيها خلاف بين السلف وبين الفلاسفة والمتكلمين، في إيه؟ علاقة الدليل العقلي بالدليل الإيه؟ الشرعي. هما بيقولوا ليس له استقلال وإنما يأتي مركبا على الدليل الإيه؟ الشرعي. النقطة الثانية حصر العلم فيها. السلف يرون أن ادعاء حصول العلم بمعنى اليقين عن طريق الأدلة العقلية وحدها وحصره فيها ده أمر خطير جدا. ليه؟ يلزم منه استجهال من لم يعلمها، ويلزم منه الاستغناء بها عن الوحي وعن غيرها. فأنت هتعمل مصيبتين، هتذم اللي ما تعلموش الحاجات ديت، ومن المعلوم قطعا ان مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وليس فيهم حرف واحد من هذا الكلام. والمصيبة التانية ان يحصل استغناء عند الناس بهذه العلوم العقلية او الادلة العقلية عن ايه؟ عن الوحي والشريعة. عرفنا الخناقة فين، المشكلة فين مكان بالضبط في الجزئية دي. يقول وها هنا مسألة وقع الخلط فيها، وهي انه تستولي فكرة معينة على عقل شخص ما وتترسخ في فكره، فيحسب عليها أحكام المبادئ العقلية بناء على العقل هو، وبالتالي ينفي العقل عمن رفضها بل وعن الدليل الذي عارضها. يبقى مش بس ان هو بيقول ان اللي انا بقوله ده حق مطلق، ده بيقول ان اي حد يخالفه ماهوش عاقل. طب لو دليل شرعي يبقى الدليل ده قطعا لازم يتم تأويله، وهذا ما أوقع الكثيرين في معارضة ما ظنه ظواهر سمعية بقواطع عقلية، بينما طبيعة العقل لا تدرك الأشياء على وجه الإحاطة وإنما تعلم بها على وجه إجمالي. ثم قد يعلم العقل بعض التفاصيل إما عن طريق السمع أو عن طريق ما تمده به الحواس من معلومات. طيب مجال الدليل العقلي عند السلف إيه؟ بيقول الدليل العقلي عند السلف، مجال العقل عند السلف وحسب نصوص الوحي ليس ضيقا، فقد استخدم القرآن الأدلة العقلية من أمثلة وقياس برهاني. القياس البرهاني اللي هو إيه؟ اللي هو ما كانت مقدماته معلومة. القياس الجدلي ما سلم المخاطب مقدماته. قياس الخطاب ما كانت مقدماته مشهورة بين الناس. فبيقول مجال العقل عند السلف وحسب نصوص الوحي ليس ضيقا، فقد استخدم القرآن الأدلة العقلية من أمثلة وقياس برهاني وقياس استدلالي وقياس علة في إثبات العقائد وترسيخها والرد على من نفاها. وأبلغ العبارات اللي بتعبر عن المسألة ديت عبارة ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة، بيقول الله سبحانه وتعالى حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولا وأقلها تكلفا وأعظمها غناء ونفعا وأجلها ثمرة وفائدة. فحججه سبحانه العقلية التي بينها في كتابه جمعت بين كونها عقلية وسمعية ظاهرة واضحة قليلة المقدمات سهلة الفهم قريبة التناول قاطعة للشكوك والشبه ملزمة للمعاند والجاحد، ولهذا كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب أرسخ ولعموم الخلق أنفع. والخلاصة تبين من هذا أن السلف لا يلغون العقل ولا يضيقون مجاله
وإنما يقيدونه بطريقة القرآن والسنة المعتمدة على قلة المقدمات وسهولة المقدمات، ويراد منها إثبات الأحكام الشرعية والعقائد وتصديقها والتسليم بها لا نفيها ورد الاعتراض عليه. يبقى فهمنا دلوقتي إيه مشكلة، المشكلة الحادثة بين السلف وبين الفلاسفة والمتكلمين في الدليل العقلي. قلنا في مشكلتين، إيه هما تاني؟ علاقتها بالدليل الشرعي وإن هي تابعة له مركبة عليه. مسألة تانية، لا يوافقون أبدا ولا هذا الادعاء بحصر العلم بمعنى اليقين في هذه الأدلة الإيه؟ العقلي. بيقول فعند دور وظيفة السلف عند العقل عند السلف، بيقول بقى فعند علماء السلف العقل أمر معنوي يقوم بالعاقل سواء سمي عارضا أو صفة. خباك الفرق بين العقل والمخ، المخ ده عضو أنسجة وخلايا وشعر، ده اسمه المخ. العقل بقى صفة، ماشي كده؟ العقل سمي مع أمر معنوي يقوم بالعقل سواء سمي عارضا أو صفة، وهو مخلوق خلقه الله وأودعه في الإنسان، وهو يؤدي وظيفته من خلال قدراته ومن خلال ما حوله مما يحيط به ويدركه. وقدرات العقل كمخلوق محدودة زي أي مخلوق. مش أنت سمعك قدرته محدودة وبصرك قدرته محدودة؟ اشمعنى العقل بالذات ما يبقاش قدرته محدودة؟ ده حاجة عجيبة جدا، ليه بالذات العقل مش عايز تبقى قدرته محدودة؟ بيقول وإدراك العقل للكون على اتساعه مقصور على الإحاطة بما تدركه حواس الإنسان. قبل ما يخترعوا التلسكوبات الفلكية ما كانوش يعرفوا أكتر من إن في سماء وأرض ونجوم. لما اخترعوا التلسكوبات ديت اللي هي حواس في الحقيقة رؤية وحسابات، استطاعوا أنهم يكتشفوا إن في مليارات المجرات والنجوم والكواكب وغير ذلك. يبقى علم الإنسان محدود وعقله محدود بما تدركه الايه؟ الحواس. وحواس الانسان محدوده، فالقدره المطلقه والاحاطه الشامله هي من صفات الخالق وليست من صفات العقل المخلوق. لازم تسلم بهذا الكلام. وتاني نقطه، العقل الانساني غير معصوم من الخطا. وعقلاء الفلاسفه وعلماء الكلام يقع منهم من الجهل والضلال الكثير. على سبيل المثال، مش ارسطو ده بيقولوا عليه هو المعلم الاول وهو كل حاجه؟ ارسطو كان عنده حاجه اسمها المنهج الايه؟ النظري، مش كده؟ ما كانش عنده منهج التجريبي، وكل حاجه بيعملها بالنظر والعقل كده. ارسطو كان بيقول ان عدد اضراس النساء اقل من عدد اضراس الرجال. طب هو لو كلف نفسه يقول لمراته افتحي بقك وعد اسنانها، مش كان الموضوع ده بالنسبه له خلص؟ صح. لكن هو عشان ده ايه بقى؟ ده ضعف عقله، صح ولا لا يا اخوانا؟ هو قال لك بالعقل كده، بالعقل كده. الراجل محتاج للسنان اكتر ولا المراه؟ الراجل، لانه بيدخل في معارك وبيحتاج للاضراس دي معاهم القوه زي المخالب وزي العضلات والحاجات دي، يبقى هي المفروض يبقى عدد سنانه اكبر كده اهو بالفتاكه كده، هي تيجي كده. فطبعا ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. فعشان كده بيقول ان عقلاء الفلاسفه وعلماء الكلام يقع منهم من الجهل والضلال الكثير، والرد اليهم يعني ارجاع الامور اليهم يوقع في الحيره والاضطراب واختلاف الاحزاب. فكيف يعارض كلام الله وكلام رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم باقوال من يجوز عليه الخطا والضلال؟ بيقول انتبه، لا ياتي الشرع بما يرفضه العقل، فلا يعارض نقل صحيح عقلا صحيحا، مستحيل. والشرع قد يأتي بما تحتار فيه العقول ولكن لا يأتي بما يستحيل على العقل أن يتقبله. والعقل يوجب علينا تصديق الشرع. دي نقطة ثانية مهمة بقى، بالعقل كده. أنت بتعبد ربنا ولا لا؟ بعبد ربنا. طب بتعبد ربنا، ربنا أرسل لك رسول؟ أيوة، أنا مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. العقل يوجب عليك اتباع كل ما أخبر به هذا الرسول، لأن العقل آمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله، فوجب الأخذ بما جاء به من الوحي. طب هنا وقفة، هيقول لك طب لو واحد مش مسلم، لو واحد مش مسلم هيلزمه ياخد بإيه؟ هنسألكم سؤال يا أخوان،
هو النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أمة مسلمة ولا إلى أمة كافرة في الأصل؟ يعني لما نزل عليه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولما نزل عليه أيها المدثر، كانت الناس اللي حوالين منه كانوا إيه؟ صح كده؟ إلا بقايا من أهل الكتاب، عشان حديث عياض بن حمار في مسلم، صح كده؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحجة ولا لا؟ أقام عليهم الحجة بإيه؟ بالوحي. طب ده يدل على إيه؟ هم كانوا مصدقين إن ده وحي أصلاً؟ يعني هم كانوا مصدقين إن الرسول وحي؟ يبقى ده يوصلك لحقيقة قطعية، وهي إن الوحي متضمن للأدلة العقلية، صح ولا لا؟ ما هو إزاي هيقيم عليهم الحجة بآيات القرآن وهم مش مسلمين اصلا انها ايات، ولا ان هو قران، ولا ان هو وحي، ولا ان هو رسول؟ ازاي الحجه قامت عليهم وربنا قال واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ؟ فيبقى ازاي بقى تقوم الحجه بهذا القران؟ ازاي تقع النظاره بهذا القران الا اذا كان هذه الادله تتضمن حجاجا عقليا ملزما قاطع للمعذره، صح يا اخوان؟ دي مهمة جدا، مهمة جدا. يبقى نقول ان العقل يوجب علينا تصديق الشرع. طب واللي يقول لك لا يا عم انا اصلا مش ما امنتش بالرسالة اصلا، نقول له خلاص هنقرأ عليك الايات اللي بتدعوك للاسلام اصلا. هنقول لك بقى زي سورة الواقعة كده، افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونها او نحن الزارعون، افرأيتم الماء الذي تشربون، افرأيتم ما تمنون انتم تخلقونها او نحن خلقون. هنقرأ عليك الايات بتاعت القرآن ورد عليها. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم رد على الكلام ده. هناك سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تعال ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أو ترد على الكلام ده. فطالما أن أنت مش هتقدر ترد على الأدلة العقلية اللي أنت بتقول أنت مش وحي ولا حاجة، ما هو أي واحد كان بيجي يسمع النبي ابتداء صلى الله عليه وسلم ما كانش بيبقى مسلم، هو ابتداء لسه ما قابلش النبي بقى لسه مش مسلم، هيقرا عليه كلام. هو لما يسمع الكلام ده يقول له اه انا امنت بك نبي وامنت بك رسول. الكلام ده فيه ايه بقى؟ فيه خطاب ايوه وادله تخاطب العقل وتقيم عليه الحج. طيب بنقول ومقام التصديق بالرسول عليه الصلاه والسلام يوجب اتباعه لا معارضته او مخالفته. ولو قلنا برد العقل للنص الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لكنا بذلك قد أبطلنا دلالة العقل التي أوجبت علينا قبول كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والرد إلى الشرع يعني الرجوع عند النزاع إلى الشرع يحدث الائتلاف والاجتماع. الرد بيكون بنص الآية وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى الرد إلى الشرع يحدث الائتلاف والاجتماع، وهو انقياد لأمر واحد يتصف بالصدق، ولا يوجد ما يمنع اجتماع الخلق على الأدلة الشرعية. نقطة واقفة هنا، يقول لك لا انتوا بينكم اختلافات كتير. نقول له بيننا اختلافات كتير لأن الشرع ثلاث حاجات، في حاجة اسمها الشرع المنزل، وفي حاجة اسمها الشرع المبدل، وفي حاجة اسمها الشرع المؤول. أما الشرع المنزل دي قطعيات اللي ما فيهاش اختلاف، دي القطعيات اللي ما فيهاش اختلاف. هو في وقع خلاف بين المسلمين في عدد الصلوات؟ وقع خلاف بين المسلمين في اركان الايمان؟ لا، ما حصلش حاجه من دي خالص. دي الشرع المنزل. هو انت عمرك لقيت واحد يقول لك وجوب الصلاه ومذهب مالك؟ وجوب الصلاه ده دين الاسلام مش مذهب. تحريم الخمر ده دين الاسلام، تحريم الربا ده دين الاسلام. تمام كده؟ طيب في نوع تاني اسمه الشرع المؤول، اللي هو ما يدخله الاجتهاد سواء في الاثبات، الاجتهاد في اثبات بعض الاحاديث، بعض العلماء يصححوا بعض العلماء ايه يضعفوا، والاجتهاد في فهم دلالات بعض النصوص سواء من القران او من السنه، اللي هي بيظهر فيها بقى ايه حكم الحاكم واجتهاد المجتهد وفتوى المفتي وقضاء القاضي. دي كلها اللي هي بقى كونت عندك التراث الاسلامي كله او معظم او كتير من التراث الاسلامي اللي وقع فيها الاجتهاد والاخذ والرد والنظر، وفيها بقى ترجيح وغيره. دي تسعنا لكن لها دايره. اذا اختلفوا على قولين ما ينفعش واحد يحدث ثالث، واذا اختلفوا على ثلاثه ما ينفعش واحد يحدث
رابع. طب النوع الثالث الشرع المبدل. الشرع المبدل ده اللي هو افتراء على الله ليس من الشرع اصلا، زي الاحاديث الموضوعه وزي القراءات الشاذة التي لا تنسب للقرآن، الآيات التي لا تنسب للقرآن، وزي الأحكام التي تخالف الأمور القطعية زي الحكم غير ما أنزل الله. يبقى ما أنت تقول الرد إلى الشرع هيحدث الائتلاف والاجتماع، نعم، والائتلاف والاجتماع ده بمعناه الواسع اللي هو جزء منه قلنا خلاف سائغ، وجزء منه خلاف تنوع، وجزء منه خلاف غير سائغ يحكم على من سلكه بالضلال او الابتداع، وساعات بيوصل للاخراج من المله. بخلاف العقل فالرد الى عقول الرجال يسبب اختلاف الاراء، وقبول راي منها لا يعني صدقه يقينا، فلا سبيل الى ثبوته ومعرفته، ولا هو وسيله لجمع الناس واتفاقهم. لو حبينا نرد للعقول نرد لانهي عقل؟ المعتزله بيكفروا الفلاسفه وبينهم من بعض معارك طاحنة. المعتزل نفسهم فرق كتير، يعني على ما انا فاكر ان في الفرق بين الفرق كان عدهم مش عارف 18 فرقة ولا 15 فرقة. طيب بعض هما كمان مع بعضهم، والاشاعرة والماتريدية والكلابية بينهم وبين بعض ما طرق الحداد. طب ما هو مين بقى اللي نرجع له في دول كلهم؟ عقل مين اللي هنرجع له؟ ولا سيما ان هو بعض يعني كل فرقه، وده من علامات اهل البدع ان هم بيكفروا بعض، يحكموا على بعض بالكفر. عشان يقول لك من علامات اهل السنه ان هم يخطئون ولا يكفرون، فدي نقطه مهمه خلي بالك. يعني لكن هم بيكفروا بعض، بيكفروا بعض، فتقول لي انت بقى نرجع لمين فيهم بقى؟ وده اللي كلمه تربيه بيعمله. يقولوا طب هاتوا لنا واحد منكم عاقل انتوا اتفقتوا عليه، سموا لنا واحد عاقل انتوا خدتوا كلكم بكلامه. ولسه هجيب لك دلوقتي كلام من كلام علماء الكلام في اخر حياتهم. طيب فبيقول والعقل وان كان شرعا هو مناط التكليف، ولكن الشرع لم يجعل له دورا في تشريع الحلال والحرام ووضع الواجبات الدينيه والمنهيات الشرعيه. يبقى العقل مش مشرع والعقل مش حاكم، العقل أداة وسيلة لاستنباط الأحكام. بيقول إن التنزيل جاء برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة، وهذا يوجب تقديم السمع على النقل، تقديم السمع لا العقل. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أما علماء الكلام وأتباع الفلاسفة فإنهم يقدسون العقل غاية التقديس، بل إن بعض الفلاسفة يرى أن العقل عينا قائمة بنفسها. أهو دي برضو حاجة عجيبة جدا، ولك العقل ده عين مش عرض. بس تخيل بقى العين دي بيقولوا عين ايه؟ عين مجردة عن الهيولي، يعني عين غير مادية، يعني عين كأنها من جنس الخالق كده والعياذ بالله. حاجة عجيبة جدا جدا والله العظيم. ويرون أن دلائل العقل قطعية وبرهانية يقينية، ويحصرون الاستدلال بالعقل في مصطلحاتهم الكلامية وبراهينهم المأخوذة من المنطق والفلسفة، ويجعلون للعقل إحاطة كلية وإدراكا واسعا لكل ما في الكون وقدرة على الوصول إلى الحقائق الغيبية. لذلك يخوضون بعقولهم في أمور الإلهيات والغيبيات وما وراء الطبيعة، لذا فهم يوجبون على الله تعالى ما توجبه عقوله. يبقى العقل في الواقع بيدل صفات من الخالق سبحانه وتعالى، لذا فهم يوجبون على الله تعالى ما توجبه عقولهم ويمنعون عن الله ما تمنعه عقولهم. فما يتعلق في افعال الله تعالى فيما يتعلق في افعال الله تعالى وصفاته واسمائه. ولذا فهم يخضعون بالتاويل نصوص الشرع من الكتاب والسنه لما ذهبت اليه عقولهم من الادله، فادلتهم العقليه اصل والشرع تابع لها.
فأدلتهم العقلية أصل والشرع تابع لها. وعشان كده ما تتعجبش لما تلاقي الإمام الغزالي رحمه الله قال إن تعلم علم الكلام فرض كفاية، وقال إن تعلمه أصل لإثبات سائر العلوم. ده كلام عجيب. وابن تيمية رحمه الله بيرد عليه في هتلاقي في المجلد بتاع مجموع الفتاوى بتاع المنطق، مش فاكر كان المجلد رقم كام، المجلد التاسع، ورد عليه رد شديد جدا، بيقول له ده انت بتقول كلام عجيب. ليه بقى؟ بيقول لان من المعلوم بداهة ببدائه العقول كده ان سائر العلوم لا تفتقر الى المنطق. ناس كتير جدا علماء في مجالات شتى ما هماش مفتقدين لايه؟ للمنطق او لعلم الكلام يعني. ومن المعلوم اصلا ان ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر عباده بتعلم هذا العلم. طب انت جبت منين كلمة ان هو فرض كفاية؟ وجبت منين ان هو اصل لكل العلوم؟ دي مصيبة والله العظيم يا اخوانا. طبعا الكلام ده بيتاخد من بق الغزالي كده. الغزالي احد اذكياء العالم وعالم يعني جهبز على فكرة، بتتنضى كده بالكسر واخد بالك. ومع ذلك فالناس تاخد الكلام ده مسلم به، والامام الغزالي حجة الاسلام وحدش يناقشه في اللي بيتقال. وبعد كده يقول لك ده ابن تيمية جه يبوظ التراث الاسلامي. يعني هو ابن تيمية اللي غلطان لما يرد على الغزالي في الكلام اللي بيخترعه؟ هو دي برضه محتاجة وقفة. طيب علماء السلف أهل نظر واستدلال وليسوا أهل تقليد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن العجيب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد، ليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل. وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليهم، فيقال لهم ليس هذا بحق، فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن، هذا أصل متفق عليه بينهم، والله قد أمر بالنظر والتفكر والتدبر في غير آية. ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك، ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام، فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال. كلام ده كلام مهم. يقول لك لا، ده أنتوا عندكم في علماء السلف هينقل عن الإمام أحمد وينقل عن إسحاق وعن غيره من العلماء وسفيان التحذير من النظر والتحذير من الكلام، علم الكلام يعني وغيره. فمثلا يقولهم لا تفهمين غلط، هم بيحذروا بينكروا صورة معينة محدثة ومبتدعة، أما ما ورد به الأمر في كتاب الله اللي هو كقوله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم. هتقولي بقى أولم يهدي لهم كم أهلكنا، أولم يتبين. طب الأمر بالنظر أفلا يتدبرون، يبقى الأمر بالنظر والأمر بالتدبر والأمر بالاعتبار، فاعتبر يقول الأبصار. إزاي أهل السنة هيقولوا للناس ممنوع عليكم النظر وممنوع عليكم التدبر وممنوع عليكم الاعتبار؟ حد عاقل يقول كده؟ يقولهم لا، ده هم بيأمروا بما أمرت به الشريعة، لكن لما أنتوا أحدثتوا أشياء وسميتوا البدع والبلاوي اللي أنتوا بتعملوها دي نظر وسميتوها استدلال وسميتوها علم كلام، انبروا هؤلاء للتحذير مما فعلتموه. يقول الدكتور مصطفى حلمي مبينا سبب إعراض أهل السنة عن طريقة المتكلمين، يقول: عندما رفض المحدثون منهج المتكلمين وردوه لم يفعلوا ذلك إنكارا لأحكام العقل وقوانينه، ولا رفضا للجدل المبني على أسس منطقية برهانية، ولكن لأن الأصول التي استند إليها علماء الكلام إما أنها تلبس المعاني الإسلامية ثيابا ليست لها كمصطلحات الجوهر والعرض والقديم والحادث ومثلها من التعبيرات النابعة من الفلسفة اليونانية والتي لا تعبر عن مدلولات مشابهة في الإسلام، أو أنها تشوه الفكرة وتخلط بين التصورات،
لأن صلة الفكر باللغة صلة وثيقة، وقد وضع المتكلمون هذه المصطلحات أولا، ثم أرادوا إنزال كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما وضعوه من اللغة والاصطلاح. يبقى أحد الأسباب بيكشف لنا عنها هنا دكتور مصطفى حلمي، أحد الأسباب اللي خلت أهل السنة وأهل الحديث والأثر يرفضوا المنهج والطريقة اللي بيتبعها علماء الكلام إيه؟ قال لك عمرها ما كانت سببها تحجيم العقل ولا إنكار دوري، وإنما رفضا للمقدمات اللي انتوا وضعتوها وزعمتوا أنها قطعية، ثانيا رفضا للمعاني الإسلامية اللي انتوا بتحاولوا تصوغوها في عبارات وألفاظ هي كلها مستوحاة من الفلسفة، وده من شأنه أنه يشوه الفكرة ويخلط بين التصورات. شبهة، يقولون كيف تنكرون علينا استعمال العقل والجدل وتقديم العقل، والله عز وجل يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، والعقل هو مدخل الجدل فلذلك يقدم. والجواب أن الجدل معناه في الآية بيان الحجج بالقرآن والسنة. قال ابن عباس في تفسيره قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، قال بالقرآن، وقيل بلا إله إلا الله، وقال مقاتل وجادلهم بالتي هي أحسن يعني بما في القرآن من الأمر والنهي. وقال العلامة السعدي هي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. أما الجدل الذي يذكرونه فهو مذموم شرعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني فناء الجنة، لمن ترك المراء الجدل وإن كان محقا. حديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم اللدود في الخصوم عنده جدل. أقوال العلماء في ذم علم الكلام، قال الشافعي رحمه الله لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. ليه؟ إن النظر في علم الكلام وتشرب القلب له يذهب كثيرا من يقين الإنسان ويوقعه في الحيرة والشك والاضطراب، وده أمر هيلقى به ربنا سبحانه وتعالى. تخيل واحد مش عارف أركان الإيمان الأساسية، مش عارف يعتقد فيها حاجة، كل يوم يبدو له نظر شكل ويقرأ كتاب شكل فيعتقد حاجة شكل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الشافعي حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. شفت الكلام الشافعي؟ ترك الكتاب والسنة، حط الكتاب والسنة زي ما اتفقنا في الأصل الأول والقاعدة الأولى، ده البرواز، ده الإطار الاستدلال بالكتاب والسنة، ثم حمل العقل وما فيه من إمكانات على هذا الدليل في الاستنباط والاجتهاد والاستدلال وغير ذلك. وقال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا وعلماء الكلام زنادقة. وقال الفخر الرازي مع أنه من كبار المتكلمين لكنه بيلخص تجربته فبيقول نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جوفنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هنقرأ بس جزء كده للدكتور مصطفى حلمي بيقول فيه إيه بقى. بيقول في كتابه قواعد المنهج السلفي تحت عنوان تقديم الشرع على العقل، بيقول إن الاجتهاد الصحيح لا يضع أمام عينيه رأيا أو نظاما يلوي رقاب النصوص الإسلامية حتى يسوقها إليه، ولكنه يستوحي النصوص الإسلامية حكمها في هذه الآراء والنظم. عارفين الفرق؟ يعني أنت ما بتيجي تبص بتشتغل بالعقل بتحط إيه الأصل وإيه الفرع، الأصل يبقى الدليل وإنت تابع ليه، فبحسب ما يظهر لك من استنباطات من هذا الدليل تقول وفي الحديث زي ما العلماء الحديث والشراح بيعملوا كده، وفي الحديث كذا وفي الحديث كذا، وزي ما بتوع الايه علماء التفسير زي القرطبي بيقولوا لك وفي الايه 10 مسائل وفي الايه 20 مسائل فوائد، يبقى بحسب ما الدليل بيأدي انت بتاخد منه مش العكس.
انت بتحط عندك من الاول نظام او رأي او قاعدة وتحاول تجيب الادلة تطوعها. عشان كده بقول ايه؟ ان الاجتهاد الصحيح لا يضع امام عينيه رأيا او نظاما يلوي رقاب النصوص الاسلامية حتى يسوقها اليه، ولكنه يستوحي النصوص الاسلامية حكمها في هذه الاراء والنظم. والفرق شاسع بينهما، اذ ان احدهما يسيطر على النصوص والثاني يخضع للنصوص. احدهما يبرر بالنصوص الاسلامية عوج الحياة، والاخر يقوم بنصوص الشريعة عوج الحياة. كان ده مهم جدا، وده الفرق بقى. هل انا دوري كرجل من اهل الدين او رجل من اهل صاحب دعوة، صاحب هداية، صاحب بلاغ للدين، هل انا دوري ان انا اطلع في التلفزيون ارقع للانظمة واسوق لها ما تفعله؟ لا طبعا. انا دوري ان انا اطلع اعرض الهدى واحاكم الانظمة واحاكم الافعال للهدى. وده للعكس للأسف، ان في بعض الناس من اهل الديانة، من اهل الدين يعني، من اهل العلم، سواء بقى اساتذة جامعة او غيرهم، وصل عنده الحالة كده انه يعمل ايه؟ انهم عايزين، انتوا عايزين ايه؟ يعني بنظام من الاخر، انتوا عايزين ايه؟ احنا عايزين ان السينما دي حاجة كويسة، وان الافلام دي حاجة كويسة، وان مفيش اي مشاكل في اي حاجة. حاضر. ويطلع ويتباجح ويقول اي حاجة، ويجيب اية من هنا وحديث من هنا وكلام من الشرق وكلام من، يلوي عشان يسوغ به الواقع الباطل اللي الناس عايشة فيه. عشان يقول الفرق بينهما شاسع، احدهما يسيطر على النصوص، ده النوع المجرم ده، والثاني يخضع للنصوص. احدهما يبرر بالنصوص الاسلامية عوج الحياة، والثاني يقوم بنصوص الشريعة عوج الحياة. واصحاب الاتجاه التغريبي بالذات يحكمون بهذه الوسيلة المعوجة اراء دخيلة في الدين، فيفسرونه في ضوء ما يذهب اليه مفكر الغرب وفلاسفته. ودي مشكلة كبيرة جدا، ان انا اجي افسر ايات القرآن وافسر احاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفق النظريات الغربية اللي الناس تانية بتتكلم بيها. يقول هناك ايضا دليل منطقي للبرهنة على ضرورة تقديم الشرع على العقل، بيستخلصه ابن تيمية رحمه الله. بيقول ابن تيمية لو حصل نزاع بين اصحاب المهن المختلفة، لو الدكاترة بينهم بعض اختلفوا، هيرجعوا لمين؟ لأعلم دكتور فيهم. طيب بيقول ومن المعلوم ان تفوق الرسول عليه الصلاة والسلام على ذوي العقول اعظم من تفوق اهل العلم المتخصصين بالمهن العلمية والعملية كالطب مثلا لسائر الناس، لان من الناس من يمكنه تعلم تلك المهن، ولكن لا يمكنه من لم يجعله الله رسولا الى الناس ان يصير بمنزلة من جعله الله رسولا الى الناس. يعني حتى بالعقل لو اختلفنا، العقل يقول ان احنا نرجع لاعلم واحد بالدين. مين اعلم واحد بالدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده من كلام، من بديع كلام ابن تيمية رحمه الله. برضو من الأدلة اللي بيستدل بها ابن تيمية رحمه الله على وجوب جعل الشرع أصلا والعقل تابع له، يقول قال الله تعالى ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فيرى ابن تيمية رحمه الله إن الأثارة اللي موجودة في آية سورة الأحقاف هي الرواية أو الإسناد. واستدل ابن تيمية رحمه الله بهاتين الآيتين لأن بهما من أنواع العبر ومن الدلالة على من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وعلى أنه متلبس بصفات المنافقين، ويزعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات مأخوذة من الطواغيت ومشركي أهل الكتاب. أتمنى نكون إحنا في القاعدة دي حاولنا نلقي الضوء على إيه أصل المشكلة وإيه منبع الخلاف اللي قام عليه طائف كتير جدا في باب العقائد تحديدا، وكان تأثرت به بعض فروع الدين أيضا، لكن هو في الأساس ميدانه في العقيدة، من مسألة تقديم ما ظنوه قواطع عقلية وإخضاع الشرع وأدلته لها. أسأل رب العالمين يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.